السلام عليكم متتبعي قناة شوف تيفي على المباشر من أمام مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بمدينة ديستات في تفاصيل صادمة أقدم واحد شاب عنده 24 سنة يعاني من اضطرابات نفسية يعني بواحد المنطقة ديال دوار بقار ولاد زيان نواحي الدروة قام بالشنق ديال شنق وسط واحد الكوري يعني اسطبل ديال البهيم في واحد الظروف اللي هي غامضه مما استدعى يعني العناصر ديال الدرك الملكي الحلول الى عين المكان مرفوقين بالوقايه المدنيه وتم نقل جثه الضحيه الى مستودع الاموات بالمستشفى الاقليمي بالحسن الثاني بالمدينه ديال السطات أه شاب يعاني من اضطرابات نفسيه أه حسب يعني تصريح المقربين من الاسره ديالو انه ما كانش كياخذ كي الدواء ديالو وكان كيمتنع كي عن تناول الدواء ديالو مما خلاه انه كيدخل فواحد الحاله نفسيه يعني حاله حاله نفسيه خطيره وكيحاول انه يفضل العزله كيحاول يفضل العزله عن الاشخاص كيحاول يعني كيجلس الراس وما كيهضر مع حد ما ما ما, ما كيهضر مع حد ما كيتكلم مع حتى شي حد فواحد يعني ظروف غامضه قام بالشنق النفس آه ديالو شنق وسط واحد الكوري ديال البهيم بدوار بقاره ولاد زيان نواحي الدروة نواحي الدروة مما استدعى العناصر ديال الدرك الملكي بالعامله بالمدينه ديال الدروة النقل الجثة ديال هذا الشاب العشريني إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بالمدينة ديال سطات اه تم تشريح الجثة من طرف المصالح ديال الطب الشرعي بالمستشفى الاقليمي الحسن الثاني بالمدينه ديال سطات وفي هذا الاثناء يعني آه في الاثناء يعني تم يعني نقل هاد الجثه ديال هذا الشاب العشريني اللي اقدم على وضع حد لحياته في واحد الظروف اللي هي يعني ظروف غامضه كان هذا متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي على المباشر من امام مستودع الاموات بالمدينه ديال سطات من امام مستودع الاموات بالمدينه ديال تفاصيل صادمه لشاب يعني عشريني كينتمي المنطقة ديال الدروة دوار بقار يعني المنطقة ديال الدروة ضواحي اقليم برشيد بالمنطقه ديال ولاد زيان هذا الشاب بالعشرين اللي عنده 24 سنه بالضبط ويعاني من اضطرابات نفسيه يعاني من اضطرابات نفسيه أه حاول انه أه يقدم على وضع الحد الحياة دياله أه بواسطة أنه حاول شنق نفسه وسط واحد الكوري ديال البهيم مما خلق واحد الذعر واحد الهلع لدى الاسره ديالو وفي المحاولات ديالنا يعني الحديث عن مع الاسره ديالو على الاسباب والخلفيات حاولنا خدينا يعني معطيات بانه كيعاني من اضطرابات نفسيه ومن امراض نفسيه هي اللي كانت السبب هي اللي كانت السبب في وضع حد لحياة هذا الشاب العشريني واللي كينتمي لواحد الدوار ديال بقار بالمنطقة ديال ولاد زيان نواحي الدروة أه الله يرحمه الله يرحمه والله يغفر له وتعازينا الحارة العائلة ديالو والأسرة ديالو اللي ما صبروش على الفراق ديالو، يعني تعازينا الحارة الأسرة ديالو، اللي كانوا في واحد الحالة هيستيرية، كان هذا متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في، على المباشر من أمام مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بالمدينة ديال سطات، هذا الشاب العشرين اللي عنده 24 سنة، واللي وضع حد ل الحياة ديالو شنق راسو بواسطة يعني شنق راسو واحد وسط واحد الكوري ديال البهيم بالمسكن ديالو بدوار بقار الدروة نواحي الدروة يعني المنطقة ديال ولاد زيان مما استدعى العناصر ديال الدرك الملكي للحلول لعين المكان وفتح تحقيق في النازلة مع مرافقة ديال العناصر ديال الوقاية آه العناصر ديال الطب الشرعي اللي نقلات آه على المباشر من امام آه مستودع الاموات آه بالمستشفى الاقليمي الحسن الثاني بالمدينه ديال سطاس الاشاره متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي من خلال هذا البث المباشر ان هذا الشاب كيعاني من اضطرابات نفسيه الله يرحمه الله يجدد عليه الرحمات كنشكركم على التواصل وكنشكركم على التفاعل